مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، احييكم في هذا اللقاء الخاص عبر شاشه قناه الكوت الفضائيه مع ضيفي لهذه الحلقه سعاده رئيس مجلس الامه السيد علي الراشد. مساك الله بالخير سعاده الرئيس. مساك الله بالخير يا اهل اخوي عمار، حياك سعداء ان نلتقي معك عبر شاشه قناه الكوت. مشكور، تسلم. الله يسلمك. في البدايه سعاده الرئيس راح نبدا بالازمه الاخيره، البعض يتفاجئ من سر هذا الانقلاب المفاجئ للمجلس على الحكومه، شنو تفسيرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية اسمح لي أخوي عمار أني أبارك لك على التكريم اللي حصلت عليه، وأنا أعتقد أن التكريم مستحق، تستاهله. الله يسلمك. وكنت متميز الحقيقة دون مجاملة طول هذه الفترة، وأثبت وجودك على الساحة الإعلامية، شهادة أعتز فيها. بالنسبة لسؤالك، أن هناك سميتها المجلس انقلب على الحكومة، بعض يقول لا. لا أبدا، أعوذ بالله، يعني هذا جزء من عمله. والحقيقة لما ذكرت أكثر من مرة أن قضية تأجيل الاستجوابات الأربعة السابقة هو السيف مسلط على رغبة الحكومة، بحيث أنه يعني تفهم الرسالة جيدا بأن تقدم الإنجازات للشعب الكويتي وتطبق القوانين التي أقرت، وإلا يعني ستستخدم المادة الرقابية بالمحاسبة من خلال الاستجواب. هناك من قدر وفهم هذه الرسالة، وهناك من لم يقدر ويفهم هذه الرسالة وفهمها بشكل مختلف، وكأن هذا المجلس يعني يتخلى عن أداة يعني مهمة جدا في الرقابة. وما حصل الآن من خلال الاستجوابين المقدمين لهو دليل على صحة ما قصدناه في تأجيل هذه الاستجوابات، بحيث أن أعطينا المهلة الكافية للحكومة، وبنفس الوقت أن هذه ليست مهلة مفتوحة وليست مهلة دون شروط، إنما مشروطة هذه المهلة بأن لا يكون هناك حدث كبير أو تجاوز خطير يحصل، ثم يعني تنتهي هذه المهلة في أي وقت. في سياق كلامك سعادة الرئيس ذكرت بأن احنا اعطيناهم مهله، واذا ما حسينا انهم التزموا بهذه المهله وبالتالي سنسترجع مره ثانيه اداه الاستجواب. الحكومه ما كانت متعاونه، ما قدرت هذا التعاون من قبل مجلس الامه في موضوع تاجيل الاستجوابات، وبالتالي انتم قررتوا انكم الان تخوضون مجال الاستجوابات مجددا. يعني ما نقدر نقول الحكومه بشكل عام، احنا نتكلم عن وزراء، وبالتالي هناك وزراء قدروا وفهموا الرساله وقاعد يؤدون اداء جيد، وهناك وزراء لم يفهموا هذه الرسالة ولم يعني يلتزموا بهذا الأداء، بالعكس البعض منهم يعني أعتقد بأن فهم الرسالة غلط ويعني تجاوز ويعني ارتكب خطأ جسيم، خصوصا فيما يتعلق بسداد الغرامة اللي هي خاصة بمشكلة الداو. طيب، البعض كان يتحدث على أن أو كان يتأمل بأن المجلس، هذا المجلس تحديدا، سيعطي الحكومة مهلة سنة كاملة، دور انعقاد كامل، خصوصا احنا ما يعني ما بقى لنا شيء على نهاية دور الانعقاد الحالي، فيعطيها مهلة كاملة إلى نهاية دور الانعقاد ومن ثم تبدأ المحاسبة في دور الانعقاد المقبل. بعد تفاجأ الآن مع اقتراب قرار الميزانيات، مع اقتراب العطلة البرلمانية، الآن صار هناك تصعيد جديد. التصعيد تعتبر أمر يعني طبيعي؟ التصعيد ما كان يصير لولا هذه التجاوزات الخطيرة اللي ما يسكت عنها، واللي يعني تقطع أي مهلة. لذلك يعني هذه المهلة مشروطة، مشروطة بإنجازات الحكومة، مشروطة بأن نرى أفعال تحقق تنمية للبلد، مشروطة بأداء بعيد عن هذه الأخطاء الجسيمة. نقدر بعض الأخطاء البسيطة، لأن من لا يخطئ لا يعمل، ولكن إذا كان هناك خطأ جسيم وضرر يعني على المال العام، هذا أمر ما يسكت عنه مهما كانت المهلة. طيب، احنا متعودين على صراحتك ابو فيصل، واسمح لي بهذا السؤال. بعض يقول أن كان لرئيس مجلس الأمة دور أساسي ورئيسي في إطلاق الشرارة الأولى للاستجوابات، وأنه هو كان الداعي لبعض الاجتماعات التي جرت مع بعض النواب، وبالتالي هو اللي كان يدعم خلف الكواليس هذه الاستجوابات. هو طلع هذا الكلام بعد لما سألوني الصحافة سؤال وجاوبتهم عليه، ومن يتصيد أخذ الإجابة دون أن يسمع السؤال الذي كان موجه لي، وهذا كان تحديدا يوم الأحد. يوم الأحد كان هناك إعلان من بعض النواب باستجواب وزير النفط، ونواب آخرين باستجواب وزير الداخلية. فلما سئلت بعد هذا الإعلان، كان السؤال من قبل الصحافة البرلمانية موجودة في المجلس،
أن يعني ما هو رأيك فيما حصل بإعلان فلان وفلان من النواب هذه الاستجوابات كان عن النفط والداخلية. قلت هذا كما يقال دائما وليس بشيء جديد أن حق دستوري وهذه صلاحيات أداة رقابية وما حصل يعني خصوصا في قضية الداو أمر لا يمكن السكوت عنه. فرد أحد الصحفيين قال زين وبالنسبة للمهلة أنت قلت في 6 أشهر هل انتهت المهلة؟ قلت نعم انتهت المهلة. فاللي كان يتصيد يحاول يقول خلاص رئيس المجلس قال انتهت المهلة فبدأت الاستجوابات. هو اللي أعطى كانت الإجابة مجتزأة. أي بينما ما سمعوا السؤال عن الاستجوابات التي أعلنوها بعض الأعضاء. فهم أعلنوا عن نيتهم بالاستجواب قبل لا أسأل هذا السؤال. وبالتالي كان ردي على هذا السؤال إن شلون أعلنوا بعض النواب نيتهم بالاستجواب وفعلا يوم الاثنين قدم الاستجواب يعني كان الأحد ومباشر قدم أعلنوا يوم الأحد وقدموا يوم الاثنين. شو تفسر دعوتك للاجتماع مع مجموعة من النواب والحديث عن الاستجوابات يعني طلعت بعض التسريبات أن كان هناك خلاف نيابي حاد بين المجتمعين البعض ما حضر هناك كلام لا كثير في الصحافة نقل لم يكن الحمد لله رب العالمين أي خلاف نيابي حاد بين جميع الأعضاء بلا استثناء واللي حضروا تقريبا 34 وهذا عدد كبير أن يحضر اجتماع خارج البرلمان أو يعني خارج عفوا قاعة عبد الله السالم هو كان في البرلمان لكن في مكتب المجلس يحضر له 34 نائب أنا أعتقد أن هذا رقم كبير لكن الناس مسافرة عندها أعذار معينة القائد حجته معاه وليس لكن ما كان هناك أي اختلاف أو تباين كما يحصل أحيانا في مجال السابق لما يدعينا الرئيس جاسم الخرافي في ذلك الوقت الاجتماع هناك جامع تعلن مقاطعتها عن حضور هذه الاجتماعات أما إحنا بالنسبة لنا يا أما مسافر يا عنده عذر آخر ما استطاع أن يأتي ليست مقاطعة واللي حضر عدد كبير 34 نائب وكان في اتفاق بالدفع نحو الاستجوابات المستحقة حسب ما ترى كان نقاش الإخوان اللي يعني أعلنوا أن إحنا راح نقدم استجوابات وكان هناك نقاش ما بين النواب حول عددها حول كذا فاللي حصل أن جمعت النواب اللي أعلنوا استجوابات لأن هناك كان 7 استجوابات وليس استجوابين اللي أعلنوا عنهم المعلن عنها نعم في هذا الاجتماع وأيضا لما جوني في المكتب بعدها فكان هناك 3 استجوابات لوزير النفط وكان هناك استجواب لوزير الصحة وكان هناك استجواب لوزير الكهرباء والأشغال وكان هناك استجواب لوزير الداخلية هذا كله تم الإعلان عنها ومناقشتها في الجلسة نعم أعلنوا عنها النواب وأيضا استجواب لوزير الدفاع 7 استجوابات 7 استجوابات كانت 3 للنفط 1 للداخلية 1 للأشغال والكهرباء 1 للصحة واحد للدفاع جمعت النواب تناقشنا قلنا جماعة بهذه السرعة وبهذه التزاحم بالاستجوابات ستفهم الرسالة خطأ ولن تحققون نواياكم الإصلاحية والرقابية في هذا الجانب احنا مجلس سياسي علينا أن نتروى وأيضا نبدي القضايا ذات الأولوية في الحساب وانتوا يا أخوان انتوا 3 يعني أو يعني كانوا 1 وهني 2 وهني 2 5 بيقدموا 3 استجوابات لوزير النفط قلت انتم 5 كل 2 من مجموعه واحد من مجموعه فارجو انكم تتفقون تختارون فيما بينكم يكون استجواب واحد بدال 3 استجوابات وخصوصا وان القضيه واحده فلا تقولنا يعني ازدحام على قضيه واحده وكانها تسابق كان في تفهم من قبل النواب في تفهم كامل حقيقة وتعاون وأنا أشكركم من كل قلبي على هذا الإحساس بالمسؤولية والشعور في أبعاد هذه القضية لذلك تم الاتفاق بأن تكون 3 استجوابات استجواب واحد أيضا الإخوان الآخرين اللي ينوون تقديم استجوابات لوزير الدفاع ووزير الصحة ووزير الكهرباء مؤجلة يعني جزاهم الله ألف خير قبلوا بهذا الأمر وقالوا راح نأجل مثل هذا المحاسبة لأن فعلا قضية الداو أصبحت هي القضية الأكبر والأهم في هذا الموضوع وبالتالي تقبلوا الفكرة وأشكرهم بهذه المناسبة على هذا التعاون وهذا التفاهم حول هذا الموضوع لأن بالنهاية هي محاولات إقناع
والقرار لهم، لا أملك قرار أحد. تأجيل استجوابات وزير الدفاع، وزير الإسكان، وزير الصحة، هذه إلى دور الانعقاد القادم تؤجل أم يعني تترك الأمور إلى حين؟ تترك الأمور، يمكن يكون هناك تعديل في الأداء، يمكن القضايا اللي ناويين أن يستجوبون عليها يتم تصليحها قبل هذا الأمر، يمكن يكون هناك تعديل حكومي، كل هذه الأمور واردة. لذلك يعني جزاهم الله خير تفهموا هذا الأمر، لكن قضية الداو عليها بالمجلس شبه إجماع بأنها قضية مستحقة ولا تقبل التأخير. طيب الآن كيف ترى سيناريو تعامل المجلس مع الاستجوابات المرتقبة؟ الآن هناك كلام عن أن الحكومة ستحضر الجلسة المقبلة الأسبوع القادم، كيف سيتعاطى المجلس مع هذه الاستجوابات؟ راح يكون الوزير إما أن يستقيل وإما أن يصعد المنصة. قد يكون هناك سيناريو طلب تأجيل، هذا الأمر يترك لأعضاء المجلس وكل واحد مسؤول عن قرار تصويته في قضية التأجيل، وكم ستكون مدة التأجيل، أسبوعين أم أكثر؟ كل هذه الأمور قاعد تتداول، لكن لا يأتينا أي طلب رسمي في هذا الخصوص أن الحكومة تريد تأجيل من غيره. لذلك هذه أمور قاعد يتم تداولها من خلال الصحافة، من خلال آراء سياسيين، من خلال آراء أعضاء مطروحة. تعتقد أن الوزراء المعنيين بالاستجوابات راح يصعدون إلى المنصة في الجلسة المرتقبة؟ والله احتمال، هذا الأمر المتوقع. متوقع أنهم يصعدون، ما راح يقدمون استقالاتهم قبل؟ أهم هذا أمر متوقع، لذلك هو مو جزم، أقول لك متوقع. متوقع أي استقالة اللي تتوقعه الكفة الأرجح؟ والله ما أدري، هذا الأمر يعني ما أملكه، وبالتالي راجع لهم. طيب. هم الحين استقالوا وزراء، استقالوا ورفعوا استقالتهم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء اللي رفعها إلى صاحب السمو، فالاستقالة مكتوبة ورفعت. لكن الكلام أن الحكومة راح تحضر الجلسة المقبلة، لحد الآن لم تقبل استقالتهم، فبالتالي على رأس عملهم. فممكن يكون السيناريو الآخر أن قد تحضر الحكومة للجلسة المقبلة، ولكن قد يتم تبديل بعض الحقائب، قد يكون هذا السيناريو أيضا. كل السيناريوهات مفتوحة حتى كل شيء. طيب البعض قاعد يقول بأن هناك من يدفع باتجاه الحل، حل البرلمان الحالي استباقا لحكم المحكمة الدستورية المرتقب. هذا كلام مضحك حق اللي قاعد يقولون والله هذا اللي يبون يستقيلون عشان يصيروا النواب سابقين. القضية بالمرسوم الواحد والطاعن، حتى لو حل المجلس وجاءت انتخابات أخرى وفق الصوت الواحد، هم سيرفع على نفس المرسوم الدعوة، وبالتالي هم ممكن يحل بأثر رجعي، هذا أمر وارد، بالتالي القضية لن تسقط. إذا هي تأجيل، وهذا أمر يعني غير مقبول. لذلك فكرة الحل غير عن المحكمة، هذا أمر آخر، بس فكرة الحل أنا أقول مستبعدة سياسيا تماما في هذه الفترة، وغير مطروحة، ولا حد يفكر فيها أصلا. فكرة حل البرلمان الحالي، نعم، مستبعدة سياسيا، نعم. طيب في هذه الفترة، في سياق الحلقة راح نتكلم بعد شوية عن موضوع المحكمة الدستورية، لكن خلينا لازال حديثنا. اللي ملاقي لقضية في الشارع أخوي عمار قام يألف قصص ويحاكم نوايا، وهذا اللي يقصدون كذي، وهذا كله بالنوايا، كله بال يعني هذا يقصدون وما يقصدون، ماكو شيء عملي، ماكو شيء واقعي، كل محاكمات نوايا لا أكثر ولا أقل. طيب خلينا لازلنا إحنا في 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 إطار الأزمة الحالية، البعض يقول إن الحكومة ستلجأ في الجلسات المقبلة إلى إفشال النصاب في المجلس استباقا لحكم المحكمة الدستورية، تبي تنتظر وش يصير في حكم المحكمة الدستورية وبالتالي ما راح تحضر، لأن ما بقى قدامنا إلا أسبوعين ثلاثة تقريبا. تعتقد هذا السيناريو قد ممكن يتحقق؟ أستبعده، والنواب الموجودين لا تنطلي عليهم مثل هذه الحيل، وأستبعد أن الحكومة توصل إلى يعني هذا المستوى من التفكير. أنا أعتقد بوجود رئيس سمو رئيس مجلس الوزراء لا أعتقد أنه يقبل أن تكون حكومته متلاعبة في هذا المجلس المتعاون الصادق المنجز الفريد من نوعه، لا أعتقد أن تصل الأمور فيهم إلى هذه الدرجة. من ضمن الأمور أيضا اللي دار الحديث حولها وتحدثت عنها بعض وسائل الإعلام خلال الأزمة الأخيرة، أن هذا الانقلاب اللي حدث الآن من قبل المجلس على الحكومة والتلويح بالاستجوابات وهذه الهوجة السياسية اللي صارت بشكل مفاجئ، البعض يقول أنها لها علاقة بشكل أو بآخر بترتيب موضوع ولاية العهد، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ أعوذ بالله، إحنا نقول عسى الله يطول بعمر صاحب السمو أمير البلاد
وعمر سمو رئيس سمو ولي العهد حفظه الله يعني، وهذا أمر انتهى وتم ترتيبه، وندعو لهم بالصحة والعافية. قضية ولاية العهد إن شاء الله بعيدة، وهذا مثل ما قلت لك قبل شوي يعني بعض فاقدين القضايا الحقيقية وفاقدين الإقناع والحجة يعني قضاياهم، بدأوا يبتدعون الإشاعات والأفكار التي من خلالها قد يستطيعون استعادة بعض الناس من الشارع الذين يوم من الأيام أزروهم والآن اكتشفوهم وتخلوا عنهم، فيبدون يطرحون عليهم مثل هذه الإشاعات حتى يستنهضونهم مرة أخرى. لكن احنا نقول هذا بعيد عنكم وبعيد عن أهل الكويت، والأمور ماشية من أحسن ما يمكن، والأسرة الحاكمة تعي ذلك تماما، وهذا أمر غير مطروح لا من بعيد ولا من قريب إلا في أذهان بعض المرضى. بالفاصل الثاني راح نتكلم أكثر عن هذا المجلس الحالي وإنجازات المجلس الحالي معاك وفيصل بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نستكمل بعد حوارنا مع سعادة رئيس مجلس الأمة السيد علي الراشد. حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا في هذا اللقاء الخاص مع رئيس مجلس الأمة السيد علي الراشد. سعادة الرئيس، في الفاصل الثاني ودنا نتكلم أكثر عن العلاقة بين المجلس وبين الحكومة. اليوم كيف يصف رئيس مجلس الأمة علاقة البرلمان الحالي مع الحكومة؟ علاقة تعاون، خصوصا فيما يتعلق بالإنجاز التشريعي، ولكن من جانب آخر هناك بطء حكومي بالتنفيذ، مو قاعدة الحكومة يعني تواكب وتجاري السرعة التي يعمل عليها أعضاء هذا المجلس من إنجاز لهذه القوانين والاتفاقيات والمراسيم بهذا الكم وبهذه السرعة. الحكومة يبدو أنها ما عندها لياقة، مو متعودة على هذه السرعة، لذلك نشوف أن كثير من القوانين التي أقرت لم يصدر فيها لوائح تنفيذية حتى الآن، بل العكس، حتى هناك مراسيم يعني، وهذه المراسيم المفروض تكون جاهزة لوائح تنفيذية لأنها صدرت قبل وجود المجلس أثناء فترة الانتخابات، وبالتالي يجب أن يكون هناك لائحة تنفيذية جاهزة بمجرد التصويت عليها من المجلس تكون لائحتها موجودة، إلا أن هذا البطء الحكومي وعدم مواكبة ومجارات المجلس في إنجازاته قاعد يسبب عائق في احيانا التعاون مع المجلس. هذا البطء الحكومي وعدم افتقادها للياقه حسب تعبيرك، هل هو متعمد؟ الحكومه هي تتعمد انها يعني ما تبادر ايضا للانجاز، ام هي وهذا ديدن الحكومات بشكل عام وديدن الحكومه الحاليه؟ ان شاء الله ما في تعمد، ولا احنا نوايانا سيئه، بالعكس احنا دائما ناخذ الامور بحسن النيه، ولكن هناك بطء تعودت يمكن حكومات على مجالس كثيره بهذا البطء وعدم المتابعه. هذا المجلس اللي احنا فيه متابع تماما لما يحصل ومن قوانين يقرها، وبالتالي لا نقبل ان نمشي بالروتين السابق، يجب ان تكون الحكومه اسرع اصلا من المجلس في التنفيذ حتى لا يسلط عليها سيف الرقابه والمحاسبه، وبالتالي يعني عليهم إعادة النظر والسرعة وتنفيذ رغبة صاحب السمو في الإنجاز ورغبة سمو رئيس مجلس الوزراء أيضا، لأن أنا أعتقد أنه هو بحاجة إلى وزراء يعينونه ولا يكونون عالة عليه. الوزراء، بعض الوزراء الحاليين ما يعينون، بعض الوزراء في قصورهم في التنفيذ تحديدا وفي أداء في وزاراتهم، أنا أعتقد أنهم مو قاعد يعينون سمو رئيس مجلس الوزراء في أداء عمل الوزارة بشكل عام. في فيتو نيابي بفيصل على بعض الوزارات؟ أبدا، ما عندنا فيتو على أي وزير، وبالعكس إحنا لا عندنا شخصانية ولا تصيد لأي وزير حتى ولو اختلفنا معاه في الرأي، ولكن خلافنا بالأداء. من يقدم ويؤدي أداء جيد سيجد منه كل دعم،
مثل ما حصل في المجالس السابقة لما يكونون هناك وزراء جيدين ويشتغلون ويحاسبون من قبل نواب آخرين، نقف بكل جرأة والحمد لله وندافع عنهم. ما عندنا يعني شخصانية ولا عندنا فيتو، إنما عندنا فيتو ضد الأداء المقل والأداء السيء أو الأداء البطيء. نعم هناك يعني حكم على الأداء وليس على شخص الوزير. شنو تفسر تذمر بعض النواب في المجلس الحالي أو كثرة تذمر البعض منهم من تجاهل الوزراء، سواء على صعيد المعاملات، على صعيد التجاوب، على صعيد التعاون معهم؟ هناك تذمر قاعد نسمع من بعض النواب انهم الوزراء مو قاعد يتعاونون معهم. نعم انا سمعت كثير، صحيح؟ انا سمعت كثير من هذا التذمر، وكثير من الاعضاء اشتكالي عن هذا الموضوع، وتكلمت مع سمو رئيس مجلس الوزراء اللي دائما يحض وزراء على هذا التعاون، ويعني لا شك ان هناك وزراء متعاونين جدا، وهناك وزراء إن شاء الله ما نقول بتعمد ولكنهم غير متعاونين مع أعضاء المجلس، لذلك يعني عليهم إعادة النظر في أدائهم وتعاونهم مع الأعضاء. في سياق كلامك ذكرت سمو رئيس الوزراء، كيف تصف علاقتك كرئيس سلطة تشريعية مع رئيس السلطة التنفيذية؟ علاقة ممتازة، وهناك ثقة متبادلة، وهناك تعاون، وهناك وضع مصلحة بلد أمام عيوننا، وتنسيق لدرجة كبيرة في كثير من الأمور، وكثير من الأمور تم حلها والتنسيق حولها قبل دخول الجلسة، خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، وبالتالي أيضا في قضايا مهمة للبلد، قضايا أمنية، قضايا إسكانية، قضايا صحة، قضايا مديونيات عامة اللي هي قريناها بقانون الأسرة، كل هذه الأمور جلسنا جلسات مع عدد من أعضاء المجلس والوزراء المختصين بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء للنقاش حولها والتباحث حولها، وبالتالي نصل إلى المجلس قاطعين مشوار كبير من التفاهم والتنسيق، ونأتي للمجلس جاهزين للتصويت اللهم إلا بعض الملاحظات عند بعض الأعضاء. لذلك تشوف الإنجاز سريع وقوانين تقر بسرعة، ويقولون ليش انتوا قررتوها بسرعة، هذه كروته، انتوا لو تعرفون شنو الجهد اللي بذل قبل هذا القانون سواء باللجان البرلمانية او حتى خارج اللجان البرلمانية من تنسيق ومن يعني مباحثات حول كل مادة من المواد، لعرفتوا الجهد المبذول من الاخوان الاعضاء اللي قاعدون احيانا الى الساعة 11 بالليل. البعض يقول أبو فيصل بأن سمو رئيس وزراء مستهدف من بعض النواب، من بعض الأطراف خارج البرلمان يسعون بشكل جاد وحثيث لإفشال هذه الحكومة وما سيترتب عليها من إفشال المجلس. تعتقد أن سمو رئيس الحكومة مستهدف؟ من خارج البرلمان لا علمي، ولا أستطيع أن أتحدث عن خارج البرلمان، لكن من داخل البرلمان أبداً. جميع الأعضاء اللي موجودين يكونوا له كل احترام وتقدير، وهو يعلم ذلك تماما، وكثير من الأمور يعني انحلت عن طريقه لما شرحوا له قضايا معينة أمر بحلها بالطريقة السريعة، وبالتالي هناك يعني تعاون كبير من قبله مع الأعضاء، لذلك ما يشكل هذا المجلس أي تهديد في ظل هذا التعاون الكبير بين الطرفين. فالأمانة لا يوجد مثل هذا استهداف من قبل المجلس الحالي، لا يوجد مثل هذا التخوف داخل مجلس الأمة أبدا. طيب خلينا ننتقل الآن أكثر، نتكلم عن مجلس الأمة الحالي. هل ترى هناك استقرار سياسي اليوم موجود في البلد بسبب هذا المجلس اليوم؟ لا شك أن هناك استقرار كبير في البلد، هناك هدوء نسبي، هناك اطمئنان. قبل لما ندخل الدواوين في مجال السابقة أول سؤال يسألوننا يا جماعة وين رايحين؟ شو بيصير في البلد؟ شو صاير؟ شنو بيصير على الموضوع الفلاني؟ كان هناك تخوف، كان هناك يعني أزمة نفسية عند كثيرين من الناس حول الوضع اللي احنا عايشينه، وكانوا يصورون للعالم ان احنا البلد يعني مقبل على شيء خطير. الآن تغيرت الأنفس، هدت، ارتاحوا الناس، والدليل شوف البورصة شلون ارتفعت، وهذا تدل على الإحساس بالاطمئنان في البلد. الاقتصاد بدأ يتعدل، البورصة وصلت الآن إلى فوق 2000 نقطة، وهذا الأمر لم يحدث منذ 2009، 4 سنين وإحنا نعيش في أزمات متكررة وعدم هدوء وعدم استقرار نفسي.
أدى إلى انهيار في البورصة مرات عديدة. الآن منذ 5 أشهر إلى الآن منذ وجود هذا المجلس الأسهم دائما بارتفاع، المؤشر دائما بارتفاع، تجاوزنا حد 2000، وهذه نقطة كبيرة تحسب لهذا المجلس لأنه شكل للشعب الكويتي هذا الاستقرار وهذا الهدوء وهذا هذه الراحة النفسية اللي أدت إلى حتى رؤوس الأموال الكويتية أنها تستقر وتنشط اقتصاديا. في موضوع البورصة قد يكون المؤشر مثل ما تفضلت فيه، كما يعني الكثيرين كانوا يتابعون الموضوع، أن المؤشر تجاوز 8000، حد 8000، وهذا يمكن الرقم ما وصل له من سنة 2009. هذا قد يكون دليل مثل ما تفضلت على موضوع، لكن البعض يقول أن قد يكون هذا الاستقرار سياسي اللي تفضلت فيه. 2000 نقطة إلى أن وصل 8000. إلى أن وصل 8000. نعم، هذا الاستقرار السياسي اللي أنت ترى أبو فيصل وتقول أن هناك نعم هدوء نسبي، البعض يقول أن هذا الهدوء هو هدوء ما قبل العاصفة. تعتقد أن قد هناك عاصفة مقبلة؟ كانت هناك عاصفة والحمد لله انتهيت ونزل علينا المطر والخير ويعني ربيع حلو، والحمد لله يعني راح يستمر إن شاء الله هذا الخير وهذا الهدوء وهذه الأمطار وهذا الجو الجميل اللي يعني افتقدناه سنوات طويلة. العاصفة انتهت، الجو السياسي أنا هذا اللي أقصده بس قاعد أعكسه على الجو. طيب. العاصفة انتهت الحمد لله على خير. طيب، كان هناك تصريح لبعض النواب بأن المجلس الحالي هو مجلس في جيب الحكومة. بعض النواب قالوا أن احنا صلينا صلاة الميت، أعضاء النواب المجلس الحالي قالوا احنا صلينا صلاة الميت على هذا المجلس. تكالك رأي مغاير تماما، أن المجلس في جيب الشعب وأن هذا المجلس لا أظافر وأن هذا المجلس يشمخ. اليوم المجلس بعد مرور هذه الأشهر قد تكون بسيطة ومع اقتراب نهاية دور الانعقاد، مجلس في جيب الحكومة، مجلس يشمخ، وين يعني المجلس اليوم؟ أكبر دليل على صدق إحساسي وما صرحت به ما حصل الآن من استجوابات. الاستجوابات دليل على أن المجلس يشمخ؟ الاستجوابات اللي جرى وراء الاستجوابات، يعني المجالس، المجلس الأخير المبطل على سبيل المثال، يستجوب رئيس الحكومة، يستجوب نائب الأول ووزير الداخلية، يستجوب وزير الإعلام، يصعدون إلى المنصة وهم راهين وعارفين الأغلبية وين رايحة، ما هي حول طرح ثقة، والأغلبية معاهم ويجاوبون على الاستجواب وينزلون منتصرين لأن عارفين الأغلبية معاهم. منو كانوا الأغلبية؟ منو كانوا الأغلبية في المجلس المفضل لدعم الحكومة؟ إذا كانت الأغلبية بذاك الوقت هي اللي بجيب الحكومة. في هذا المجلس أول ما قدم استجواب وعرفوا أنه ماكو تأجيل استقالة الحكومة أو استقالوا الوزراء كلهم. إذا هذا المجلس شنو؟ استجوابين قدموا، لا لرئيس حكومة ولا شيء، استجواب لوزير داخلية واستجواب لوزير النفط، يعني الحديث أكثر فقط على وزير واحد هو اللي وزير النفط. يستقيلون الوزراء كلهم؟ إذن هذا المجلس إيش دليل عليه؟ إنه ما هو بجيب الحكومة، إنه مجلس يراقب، مجلس جدي، مجلس قوي رغم كل ما يشاع عنه، ومجلس يشمخ. هم وايد يعني حاولوا يعني يفسرون كلمة يشمخ، ليش يقول يشمخ وليش كذا، وكلمة يعني غير مستصاغة. قبل يومين أحد الإخوان في عند مدونة حاط تناقضات علي الراشد من 2008 إلى الآن، ففتحت الرابط وقعدت أشوف شو وين تناقضاتي، فش حاط لي شغلتين. حاط واحدة، الشغلة الأولى تصريح لي أن كنت أتكلم عن مجلس 2008 أن أفضل مجلس في إنجازات تشريعية وحققنا 30 يعني في دور انعقاد واحد 30 قانون. طيب، ويقولون الحين انا متناقض اني قاعد اقول عن هذا المجلس افضل مجلس وحقق كثير من الانجازات. هذا متناقض، هذا 2008 في ذاك الوقت كان افضل من اللي قبله، الحين وصلنا لافضل من 2008 وغيره، فهذا متناقض لما اتكلم سنه 2008 انه افضل مجلس والحين اقول لا هذا افضل مجلس، لان هذا كسر الريكورد مال 2008 اللي حققنا. المجلس الحالي تعتبر انه هو كسر، حطم الرقم القياسي، حطم رقم قياسي من جميع المجالس في خلال فتره 5 أشهر. احنا على الموضوع ال 5 أشهر. لا، وأجيلك بعد النقطه الثانيه اللي قلتها عن موضوع اللي يشمخ. حطوا لي تصريح لي ايضا في مجلس 2007 و2008 عفوا، اني قاعد اقول ان احنا
لا نقبل بأن يكون مجلس مقرض أظافره وما يشمخ، احنا مجلسنا نريده أن يشمخ. وحطوا تصريحي الحين اللي قلت في مقابلة الوطن أن هذا المجلس يشمخ، فهذه الكلمة أنا قايلها من 2008 مو جديدة. وبعدين وين التناقض؟ أنا هناك أقول ما نقبل أن يكون مجلسنا كذي، والحين أقول مجلسنا كذي، هذا مو تناقض، هذا تأكيد أن احنا ما نقبل أن يكون مجلسنا. لكن التشبيه ما لقوا يعني شيء يهاجموني فيه، فما عجبهم التشبيه، بينما في 2008 عجبهم التشبيه ولا حد تكلم عنه ونسى، لأن قضية شخصانية. الآن شو ما يقول فلان احنا ضده، لو يقول السماء زرقاء بنهاجمه، شلون يقول السماء زرقاء؟ فهي قضية شخصانية. بصراحة ابو فيصل مستهدف، تحس انك انت مستهدف من طبعا انا مستهدف من البعض، هذا امر طبيعي، وهذه الديمقراطية لمؤيدين ولمعارضين. تعتبر هذا الاستهداف امر طبيعي في 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 الحد الطبيعي ام تجاوز الحد الطبيعي؟ احنا تجاوز مو بس علي انا، تجاوز على يعني على اطراف اخرى وعلى اللي اكبر مني اللي هو حضرة صاحب السمو. التجاوزات موجودة ولا حد ينكرها، وفي احكام صدرت عليها. لذلك انا استغرب الحقيقة من هذا التطرف وهذا الفجور في الخصومة اللي ما اعتدنا عليه في الكويت. نعم نختلف، نعم كل واحد له رأي، لكن بالنهاية احنا اخوان، احنا هالبلد واحد، احنا ما نرضى على بعض لأحد تعدى علينا حتى مهما اختلفنا. بس اللي قاعد يصير الحين فجور في الخصومة من البعض. طيب تكلمت قبل شوية في سياق كلامك ابو فيصل على موضوع ان المجلس حقق انجازات وحطم الرقم القياسي. البعض يرى ان هذه الانجازات انجازات شكليه خاليه من المضمون، بدليل ان البعض يستشهد بان المواطن ما لمس شيء يتعلق باحتياجاته اليوميه. تعتبر بالفعل هي انجازات أبداً شكليه؟ ابدا، انجازات مهمه ويعني لابعد الحدود، لكن المواطن دائما يعتقد يعني اللي مو متابع مثلا او ما يعرف شنو صلاحيات المجلس، يعتقد ان المجلس هو الجهه التنفيذيه، وبالتالي يبي يشوف يعني جسور ويشوف بنية تحتية ويبي يشوف مستشفيات، هاي كلها شغل الحكومة. المجلس يقر التشريعات اللي تعطي الحكومة الحق انها تنجز، يقر الميزانيات اللي تعطي الحكومة بانها تصرف. بالتالي دور المجلس اللي واللي سواه انا اعتقد دور مهم جدا، قوانين مهمة، اتفاقيات مهمة اكثر. احدى هذه الاتفاقيات صار لها 10 سنين في ادراج اللجنة الخارجية وما سوى عليها شيء يعني، او ما سوى عليها شيء اللجان طول هالسنين. واحده من هذه الاتفاقيات لو لم تقر كان شهر 6 القادم الكويت في البلاك ليست في البنك الدولي، ما تقدر تحول دينار واحد برا الكويت، لان احنا ما صادقنا على هذه الاتفاقيه الخاصه في غسيل الاموال. لذلك هناك اتفاقيات جدا مهمه اقريناها، واللي يقولون اي هذه بالادراج وانتم جيتوا وقريتوها، طيب وينكم؟ وينكم عنها؟ وكان في كلام بان هذه الاتفاقيات كلها يمكن في جلسة واحدة تم البعض طبعاً. حسب تعبير البعض طبعا نقتبس كلامهم انه تم سلقها. مو سلقها، جاهزة. المجلس مو محل نقاش الا فيما يختلف عليه، لكن المتفق عليه مو محل نقاش. احنا مو جايين نزايد على بعض، ولا احنا جايين نعرض مسرحيات، احنا جايين ننجز. فاذا كان نقاش تم في هذه اللجان والاتفاقيات متفق عليها ولا خلاف حولها، يتم التصويت مباشرة عليها. ليش نضيع وقت المجلس التشريعي في قضايا متفق عليها ومثبتة في المضبطة؟ أحد الإخوان سمعته في أحد المقابلات يقول ما قريتوها داخل قاعة. صحيح ما قرأت، بس مثبتة في المضبطة، لأني أعلم في البداية هل يوافق المجلس على تثبيت ما جاء في هذه الاتفاقية أو تثبيت ما جاء في هذا القانون في مضبطة المجلس؟ يقولون موافقين، أطلقوا طريقة موافقة. إذا لما تطلع المضبطة موجودة القوانين وموجودة الاتفاقيات داخل المضبطة. أيضا من القوانين لحد الآن احنا انجزنا من القوانين اللي لها يعني تأثير مباشر بالمواطن، قانون الأسرة. قانون الأسرة هذا عالج كثير من الناس المعسرين اللي ظلمتهم البنوك في أخذ فائدة أكثر من 4% خلال فترة من 2002 ل 2008. هذه أيضا عالجناها، باقي المجالس لم تستطيع أن تعالجها، لكن بالتفاهم، بالتنسيق، بالعقل، بالأخذ والعطاء قدرنا نحقق، مو بال يعني بالقوة. تعتبر هذه من أحد أهم إنجازات المجلس؟ هذا إنجاز مهم لعلاج شريحة كبيرة من المواطنين دون الإضرار بالمال العام، لأن هذه الأموال كلها مستردة.
ايضا عندنا قانون اخر. راح استكمل معك ابو فيصل بقيه الانجازات وبقيه القوانين وماذا حقق هذا المجلس وهل طغى دور التشريعي على دور الرقابي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نستكمل بعد حوارنا مع رئيس مجلس الامه السيد علي راشد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، لا زال حوارنا مستمر مع سعادة رئيس مجلس الأمة السيد علي الراشد. فيصل، قبل الفاصل كنا نتكلم عن إنجازات المجلس الحالي، وهل هي إنجازات شكلية أم هي إنجازات من حيث المضمون؟ أنت ذكرت بأنها إنجازات من حيث المضمون، راح أترك لك المجال تتكلم أكثر عن هذه الإنجازات، لكن خلني أستحضر تقرير أو إحصائية خرجت من مجلس الأمة كانت في فبراير في أبريل الماضي، تحدثت عن أن من بين أصل 20 اتفاقية بين المجلس وبين الحكومة تم إقرار 6. هل تعتبر هذا مؤشر على التعاون إيجابي أم سلبي؟ من أصل 20 من 10 من أصل 20 أولوية. أولوية نعم. أي نعم. لا، هو شيء إيجابي مقارنة بالمجالس السابقة، يعني نحط أولويات ونطلع ب3%، الحين وصلنا إلى 30% من إنجاز هذه الأولويات. فلو تشوف النسبة المئوية مقارنة بالمجال السابق تعتبرونها أمر إيجابي؟ طبعا أفضل بكثير، لكن طبعا دائما نطمح للمزيد، ودائما في دور الانعقاد الاول لا تحقق عدد كبير من الاولويات، لان احنا بدايه دور الانعقاد كثير من القوانين لم تقترح من قبل كثير من النواب، كثير من مشاريع القوانين التي تاتي من الحكومه لم تصل الى المجلس بعد الا بعد انتهائنا من الاولويات، وبالتالي اثناء الجلسات يقدم طلب بتقديمها اولويه، فهي تكون لها أولوية ولكن لم تكون من ضمن الجدول اللي عادة مطروح في اللجنة المكلفة لوضع هذه الأولويات. فتحقيق نسبة 30% من الإنجاز تقريبا تحديدا أعتقد أنها نسبة جيدة مقارنة بالمجالس السابقة، ولكن نطمح للمزيد في المستقبل، وهناك فكرة لاجتماع لجنة الأولويات مرة أخرى لإعادة مثل هذه الأولويات، تقييم الأولويات في المرحلة المقبلة. طيب شو تفسر بعض الأولويات التي لم تنفذ حتى الآن، والبعض يراها أنها أولويات جدا مهمة بما أن تم الاتفاق، يعني على سبيل المثال هيئة النقل، هيئة الاتصالات، تعديل البي أو تي، لبعض النواب كان دعا إلى نسف القانون السابق وإدخال تشريعات جديدة على البي أو تي. البي أو تي الآن مناقش في لجنة في لجنتين التشريعية والمالية، وهناك رأيي أن يكون هناك اجتماع مشترك فيما بينهم في ما إذا لم تنجز اللجنة التشريعية بأسرع وقت ممكن مقترحها أو يعني المقترحات المقدمة لها، حتى يأتينا التقرير النهائي من اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية. فإما أن يكون هناك يعني اجتماع مشترك، وإما أن يرفع تقرير من التشريعية إلى المالية لإنجازه قبل الجلسة القادمة بإذن الله، فيما لو انتهوا منه يوم الأحد سأدرج على جدول الأعمال الجلسة القادمة. في الجلسة القادمة بإذن الله. أما ما يخص القوانين الأخرى فهي أساسا مدرجة على جدول الأعمال، وسيتم التصويت عليها إن شاء الله في الجلسة القادمة. أكثر يعني تحديدا لو ما صارت في هذه الجلسة تكون الجلسة اللي بعدها مزيد من القوانين سترى النور قريبا. طبعا طبعا هناك يعني لولا الحكومه يعني فاقده اللياقه، لا لولا ما حضرت الجلسه السابقه، لو حاضر الجلسه السابقه كان حققنا 4-5 قوانين على جدول الاعمال وانتهينا منها، واستغرب عدم حضورها لان ما كان الاستجوابات مدرجه على جدول الاعمال الجلسه السابقه، كنا دخلنا وخلصنا كثير من الامور من الخاصه بالتشريعات والقوانين كان رات النور، لكن عدم حضورها لا شك انه اثر. خلني اخوي عمار ايضا اعرض عليك يعني مقتطفات من بعض القوانين على الاقل، ما راح اقولها كلها لان الحمد لله ما بين اتفاقيات ومراسيم وايضا قوانين تعدينا ال 120، وصلنا يمكن ما يقارب 130 او يعني تقريبا فوق ال 120 130. هذا اللي تبي تذكرهم اللي تم انجازهم بختار واللي تم الانتهاء منهم. اي نعم، بختار بعض الامور منها لأبين أنها أشياء مهمة، ما هي أشياء شكلية ولا ليس لها تأثير على المواطنين.
يعني مرسوم بقانون 19/2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية. إيش كثر مثل هذا القانون يتغنون في أيام الانتخابات من كم سنة ولم يرى النور، لم يرى النور إلا في هذا المجلس. كذلك مرسوم مكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، شعار كل انتخابات لكثير من النواب، ولم يرى النور في أي مجلس، رأى النور في هذا المجلس. كذلك مرسوم بقانون يتعلق في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. كذلك قانون في شأن العمل، قانون هذا وليس مرسوم، في شأن العمل بالقطاع الأهلي، وكذلك بشأن التأمين ضد البطالة، أيضا هذا قانون مستقل. كذلك قانون في شأن إصدار قانون الشركات اللي صار لأكثر من 40 سنة موجود يعني واحد عدل عليه، هذا المجلس أقر بقانون. كذلك قانون في شأن الصندوق الوطني للرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعما للشباب وإعطائهم الفرص في هذه المشاريع، أقر هذا المجلس وهو قانون وليس مرسوم. كذلك ما يتعلق في تجنيس 4000، وهذا أيضا يتقنون فيه ويدغدغون مشاعر البدون، يعني يدغدغون مشاعرهم، وإحنا ولا قررهم قانون منذ 2006 لما كنت أنا بوقتها رئيس لجنة الداخلية والدفاع، أقرينا 2000، طول هالسنين ما في شيء، الآن قرينا 4000. إذن هذا إنجاز وليس شعارات ترفع لدغدغة مشاعر وبين نحن معاكم، آخر شيء ما يقدرون يقررون قانون مثل هذا. أيضا قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، قانون بشأن تراخيص المحلات التجارية، قانون بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية، وغيره وغيره من الاتفاقيات. الحقيقة لو بقولهم تراها كلها إنجازات، كلها إنجازات مهمة تسجل للمجلس، يعني أمور مهمة وملحة. لذلك هم أصلا منزعجين من هذه الإنجازات، شلون هذا المجلس اللي يحاولون يشوفون صورته قاعد يسويها اللي ما سووه هما، فيحاولون يقللون من قيمة هذا الإنجاز يعني إن هذه قوانين ما لها تأثير. هذا البعض ما يعتبر هذا الإنجاز يحسب لصالح المجلس بقدر ما هم يصورون الأمر، البعض طبعا أنه هو لصالح الحكومة. الحكومة في النهاية لديها حسب تعبيرهم مجلس مهادن للحكومة، وبالتالي هي الآن الحكومة التي قاعدة تسرع في إنجاز بعض القوانين. شلون مهادن؟ كاهي استقالت، قدرتوا أنتوا يا بالمجلس المفترض تخلون الحكومة تستقيل؟ الحكومة يوم انسحبت من جلسة واحدة خاصة باستجوابين حاولوا يدمجونهم مع بعض، بس قامت وانسحبت. جلسة الجاية رضخوا قالوا لي تبونه، قاموا وسحبوا واحد من الاستجوابين، بس ورتهم العين الحمراء مرة واحدة اللي قمنا وصفقنا للحكومة على هذا الموقف في ذلك الوقت. ياو وتراجعوا وسحبوا الاستجواب وقالوا لي تامرين بس تعالي وحضرت. احنا خلينا وزراء كاملين، يعني كل الوزراء باستثناء طبعا سمو الرئيس، يقدمون استقالتهم. اذا هذا مجلس مهادن، لكن هذا انجازات يعني يقدمها المجلس، هذا مجلس متعاون ولكن غير متهاون. طيب خطة التنمية ابو فيصل، الان احنا بعد مرور 5 أشهر تقريبا على عمر هذا المجلس، لماذا لم ترى النور خطة التنمية حتى طبعا يعني؟ هناك قصور وهناك يعني بطء في تقديم مثل هذه الخطة، ووعدتنا وزيرة التنمية ان خلال الفترة القادمة راح تقدمها باسرع وقت ممكن. شو تفسيرك خطة التنمية في النهاية هي تقوم الدولة صار عليها يعني حسب تبريرهم ان صار عليها تعديلات كثيرة حتى تكون متوافقة مع الواقع. خطة التنمية التي قدمت في تلك الفترة كنا نطلب من الوزير او الحكومة في تلك الفترة ان نتمنى عليكم انجاز لو 50%، والبعض زعل قال شلون تقول بس 50%؟ شلون هذا تهاون؟ قلت اذا قدروا 50% والله بوقف اصفق لهم، ما راح يقدرون لان خطه طموحه جدا اكثر من الواقع، لذلك ما قدروا يحققون حتى 25% منها. فلما كنت وزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء كنت عضو في مجلس الاعلى للتخطيط بحكم منصبي، فكان هناك نقاش حول هذه الخطه وطرحت فكره يا جماعه خلونا نسحب هذه الخطة ونقدم لهم خطة بديلة حقيقية واقعية تتناسب مع إمكانيات الدولة. فالبعض وافق والبعض قال لا لا هذا انتحار حكومي.
فلم أحصل على الأغلبية أنها تدعمني في هذا الاتجاه. أعتقد أن الحكومة الحالية قاعد تسعى في هذا الاتجاه بأن تقدم لنا خطة تتواكب مع الواقع والمنطق وقدرات الحكومة، لذلك صار تعديل عليها في جوانب كثيرة حسب ما فهمونا وراح يقدمونها لنا. طيب، من ضمن الأمور أو الإشكالات اللي تثار في الشارع حول هذا المجلس الحالي وتحديدا فيما يتعلق برئيس مجلس الأمة السيد علي الراشد، ما يتعلق بتعيين 5 مستشارين في مكتبك، صار هناك لغط حول هذا الموضوع. نعم. برأيك هذا اللغط كان لغط مفتعل، لغط مستحق؟ هل عندهم فعلا وجهة نظر لما انتقدوا التعيينات الأخيرة اللي صارت؟ طبعا، يعني أولا أنا لم أخالف لائحة ولا قانون، وبالتالي حتى على مستوى الوزراء من حق أي وزير يعين 5 مستشارين هو يختارهم مباشرة، وهذا أعطاه الحق مجلس الخدمة المدنية وأقر مجلس الوزراء. ورئيس مجلس الأمة يباشر عمله كأنه وزير بوزارة بالنسبة للطاقم الإداري داخل مجلس الأمة، ومن حقه أن يعين مستشارين، والمستشار الذي يعين الرئيس خاص فيه له طابع ومعيار شخصي وليس فقط مجرد مستشار. يعني ما أقدر أسوي إعلان وأقول أبي مستشار عنده خبرة كذا، جايب بالجامعة كذا، جايب كذا، ويوني ناس أراءهم عكس أرائي بس إن عندهم هذه المواصفات، مو معقولة. هذا ممكن يكون حق التعيين في المجلس، ممكن يكون لمستشارين في لجان، ولكن مستشارين الرئيس لازم يكون له معيار شخصي وكفاءة في نفس الوقت. أنا اللي اخترتهم كلهم الحمد لله كفاءات، وفي معيار شخصي وهو معيار الثقة اللي يعطيهم إياه المتبادلة واللي يكونون فيما بيننا. فأنا كسبت حقيقة مكسب بالنسبة لي هؤلاء المستشارين 5 اللي جبتهم معي في المجلس، وكان لهم إضافة جميلة جدا. النقطة اللي بتوقف عندها، أنت ذكرت أنهم مكسب وأن كانت لهم إضافة، شنو التطور اللي يعني استجد أو طرأ على مكتب المجلس الآن بوجود هذه المجموعة من المستشارين؟ على سبيل المثال المستشار الإعلامي السيد صالح الغنام، هذا الأستاذ الفاضل الكبير الإعلامي يعني يعمل ليل نهار في تطوير العمل الإعلامي للمجلس بالكامل، وآخرتها المؤتمر الذي عقد أو عفوا الحفل الذي عقد اليوم في مجلس الأمة لتكريم المبدعين الكويتيين. كانت هذه فكرته واقتراحه وعملوا عليها وحققت النجاح وجاب لي الأسماء وغيره. أيضا من أعماله الرائعة اللي قاعد يحققها لي أن يكون هناك منتدى شهري للمجلس، منتدى برلماني لأول مرة يحصل أيضا في مجلس الأمة، أن يكون هناك منتدى يناقش قضايا ملحة ومهمة، نحضر فيه الناس المختصين أصحاب الآراء والخبرات، وتكون دائرة مغلقة لأعضاء مجلس الأمة يستمعون إلى هذه الآراء. وراح يكون إن شاء الله الأسبوع القادم يعني يوم الأثنين القادم أول باكورة هذا المنتدى سيكون هناك النقاش حول الاتفاقية الأمنية الخليجية، وطلبنا حضور رئيس الأمن الوطني الشيخ محمد الخالد، وطلبنا وكيل وزارة الخارجية السيد خالد الجار الله، وطلبنا أيضا السيد عبد الله بشارة الأمين العام السابق لمجلس التعاون، وطلبنا الدكتور عبد الرضا أسيري، وأيضا المستشار الدستوري لرئيس مجلس الأمة الدكتور هشام الصالح، وأيضا بحضور إخوان رؤساء اللجان التشريعية والخارجية والداخلية لنسمع آراء جميع هؤلاء حول هذه الاتفاقية من جميع النواحي، نواحي الأمنية، نواحي السياسية، نواحي الدستورية، ويكونون الأعضاء موجودين يستمعون إلى جميع هذه الآراء حتى يكونون قناعة مع أو ضد مثل هذه الاتفاقية. تعتبر هذا نوع جديد في العمل البرلماني أن تستقطب بعض الكفاءات المتخصصين في مجال مناقشة قانون معين مطروح على جدول أعمال، وبالتالي تشكيل قناعة معينة لدى النواب؟ لأول مرة تحصل في تاريخ مجلس الأمة بهذه الطريقة، وبمنتدى يحصل راح يكون تقريبا شهري في كل مرة على قضية معينة مهمة يمكن التناقش حولها، وبالتالي يكون أيضا تنوير للأخوة النواب حول قضية لها انعكاس ورأي عام كبير في المجتمع الكويتي. والبداية راح تكون في موضوع الاتفاقية الأمنية. على طاري موضوع الاتفاقية الأمنية، هل
ما تبي اكمل لك عن الاستشاري الباجي برجع على بس انا بما احنا فتحنا موضوع الاتفاقيه الامنيه بشكل سريع قبل ما نرجع نكمل كلامنا حول مكتب المجلس. الاتفاقيه الامنيه لا زال هناك لغط موجود في 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 الشارع، هي موجوده الان عند لجنه الشؤون الخارجيه، هناك كلام في الخارج ان هذا المجلس سيقر هذه الاتفاقيه حتى وان كانت مخالفه للدستور. تعليقك؟ لا يمكن ان نقبل بإقرار أي اتفاقية كانت تخالف الدستور الكويتي، لا يمكن، هذه خلت تكون قناعة عند الجميع. لكن من يقرر هي مخالفة أو مو مخالفة ليس نواب سابقين، من يقرر هو النواب الحاليين من خلال السعي حول معرفة حقيقة دستورية هذا هذه الاتفاقية من عدمها. لذلك عملنا مثل هذا المنتدى حتى نسمع جميع الآراء الدستورية والقانونية والأمنية والسياسية. طيب. فيبنى جميع أو مختلف وجهات النظر للاستماع لوجهة نظرهم حتى نقرر بعد الاقتناع. نرجع لموضوع المستشارين، أنا وعدتك أننا راح نرجع، تذكرت المستشار الأول الإعلامي، بقية المستشارين أعضاء المكتب شنو الإنجازات أو الإسهامات اللي قاعدين الآن يساهمون فيها في تطوير عمل مكتب رئيس مجلس الأمة؟ أيضا بالنسبة للمستشارة للشؤون الخارجية الدكتورة منى الفزيعي، الحقيقة طورت لي عمل الشعب البرلمانية هنا في المجلس، ومن خلال أيضا التنسيق مع كثير من الدول لمؤتمرات خارجية وداخلية حصلت في الكويت، سواء المؤتمر العربي اللي حصل قبل تقريبا شهر ونص، أو المؤتمرات الدولية اللي صارت في الإكوادور أو غيرها، أو تطوير العمل داخل الشعب البرلمانية أو التحضير لأي قضية معينة يعني بالتاريخ. على سبيل المثال لقاء مع رئيس حكومة أو لقاء مع رئيس دولة أو رئيس برلمان تعطيني ملخص كامل وخبرة كاملة حول هذه القضية، إضافة إلى التقارير اليومية السياسية حول الأوضاع الإقليمية والعالمية في العالم، تطلع يعني قائمة بدور يعني يعادل وزارة خارجية بالنسبة لمجلس الأمة. هذا بالإضافة إلى الموظفين الموجودين اللي الله يعطيهم ألف عافية، لكن فعلا كانت إضافة كبيرة بالنسبة لي. أيضا بشكل سريع على بقية المستشارين، ماشي أحاول أختصر لك لأن لازم أعطيهم حقهم. الأخ المحامي سعود السبيعي وهو المستشار السياسي اللي له نظرة قانونية ونظرة سياسية وإعلامية كونه أيضا رئيس تحرير جريدة إلكترونية، فيعطيني الجوانب السياسية لجميع القضايا الداخلية وكيفية التصرف حولها والمقترحات حولها. المستشار أيضا دكتور هشام الصالح هو المستشار الدستوري، الحقيقة رغم صغر سنه إلا أنه كبير بعلمه وكبير ببحوثه واطلاعاته وقدرته على التحليل والتفسير السياسي القانوني عفوا الدستوري السليم في هذا الجانب، وقاعد يفيدني في كثير من القضايا، وأولها كانت الاتفاقية الخليجية من ناحية الدستورية عدني بحث كامل حولها، وغيرها من تطوير عمل المجلس من ناحية التكنولوجيا في إقرار القوانين دون ورق، فأيضا كلفته في هذه المهمة. أما المستشار الخامس وأنا حبيت أختم فيه لأني شاهدتي فيه مجروحة، اللي طور لي عمل مكتب الرئيس وهو السيد حمد بن سلامة، طور لي عمل داخل مكتب الرئيس بشكل يعني نقلة نوعية كبيرة وبثقة عالية، والحمد لله يعني أنا قاعد أستفيد من خبراتهم يوم بعد يوم. لذلك معيار شخصي، معيار كفاءة، ودون تجاوز أي قانون أو أي لائحة. وتلمس أن هناك تطور. ولو كنت أبي كان سويت مثل ما سووا غيري، تعيين بدرجة وكيل وزارة. الرئيس الأسبق حول مكتب الرئيس إلى ديوان، وعين بشكل مباشر دون إعلان أو غيره مثل ما قالوا وكيل لهذا الديوان بشكل مباشر درجة وكيل وزارة، وعين 45 واحد في هذا الديوان بدون إعلان، ما حد تكلم، لكن اللي حبتك عيني مظامك الدهر. طيب انا قبل بس ما اطلع على الفاصل عندي سؤالين بشكل سريع ابو فيصل ابي اسالهم لك. بعض النواب السابقين، بعض الشخصيات عندما تتحدث عن هذا المجلس
تنتقد جملة من الانتقادات توجهها لهذا المجلس. أحد هذه الانتقادات يوصف هذا المجلس بأنه مجلس صفوي. مجلس صفوي. صفوي والله فعلا احنا عندنا يمكن قصدهم عن صفاء الهاشم، لكن ما يقصدونه بأمر آخر. أنا على يقين لو تسوي دراسة أو مقابلات وانت مذيع نشط أنصحك فيها، دور على كل من يقول هذا المجلس صفوي أو يتهم بعض الشخصيات في الكويت المحترمة بأنها صفوية، اسألهم شنو معنى صفوي وما يعرفون، يكررون دون معرفة أصل الكلمة وشنو قصتها وشنو المقصود فيها. لا بس مجلس صفوي، ايش تقصدون مجلس صفوي؟ أن كتلة كبيرة من الشيعة ناجحة، أن هناك ناس لا ما عندهم تفرقة بين سنة وشيعة وبالتالي يقفون مع الشيعة كما يقفون مع السنة دون تفرقة، وإنما المعيار عندهم هي القضية المطروحة وليس من قدم هذه القضية. إذا من يقصدون صفوي إذا عرفوا أصلا معنى كلمة صفوي؟ فيعني هذه كلمة مضحكة، لأن المجلس هو مجلس كويتي 100%، مجلس وطني بكل ما تحتمله كلمة وطنية. ما في تفرقة لا سني لا شيعي لا حضري لا قبلي، مجلس متعاون، مجلس يصوت على قناعات أعضائه وليس على كتل سنية أو شيعية أو قبلية أو حضرية. بعيد عن المذهب. فهذا بعيد عن منالكم أنكم تفرقون بين أهل الكويت يا يعني مرددين كلمة لا تفقهونها. طيب احنا بعد الفاصل راح نتكلم عن المشهد السياسي ما بعد حكم المحكمة الدستورية، وهل سيستمر المجلس الحالي إلى سنة 2016 أم لا؟ راح نسمع منك الجواب بعد هذا الفاصل. فاصل قصير مشاهدي الكرام، نستكمل بعد حوارنا مع رئيس مجلس الأمة سيد علي راشد. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا الفاصل الأخير في هذا اللقاء الخاص مع رئيس مجلس الأمة سيد علي الراشد. فيصل، المشهد المقبل في البداية، المجلس هذا الحالي راح يكمل إلى 2016 ولا الانتخابات راح تكون بعد شهر رمضان القادم؟ بإذن الله يكمل ويعني ينجز ويعيد الطمأنينة لأهل الكويت ويعيد المسار الأعوج الذي سار عليه كثير من المجالس السابقة ويعيده إلى المسار الصحيح ويصل إلى بر الأمان. أنا متفائل جدا 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 بإذن الله. أما الانتخابات راح تكون في 2016 إن شاء الله. إن شاء الله. حكم المحكمة الدستورية الآن المرتقب اللي راح يكون في 16/6، شو تتوقع السيناريو اللي راح يكون بعده؟ كيف ستتعامل مختلف القوى مختلف الأطراف مع حكم المحكمة الدستورية؟ ما عندها خيار غير احترام حكم المحكمة الدستورية. بعض رفض مسبقا، هذا يعني يخصه، أنا أتكلم عن غالبية، لكن من يرفض هذا أمر شأنه، كأنه يرفض ويدعو إلى انقلاب على النظام على الدولة، هذا غير مقبول. حتى لو ما عجبنا حكم المحكمة الدستورية واجب علينا احترامه. هناك أحكام كثيرة أحيانا الواحد ما تعجبه، لا ليش أحكمه بهالطريقة يا، لكن بالنهاية يحترم يحترم وينفذ على الجميع، شاء من شاء وأبى من أبى، ينفذ وواجب التطبيق على الجميع. لو يحكمون على رأينا أو عكس رأينا قبل النظر عن أرائنا وتوقعاتنا، سنحترم أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية ونطبقه يعني بكل قناعة وكل حب وكل احترام، وإذا ما كان ذلك رغما عنه. بعض يقول أن من ضمن السيناريوهات الآن اللي يتم تداولها فيها شارع السياسي، أن في حال تم صدور حكم المحكمة الدستورية وتم تحصين مرسوم الصوت الواحد، سيتم حل البرلمان لتوسيع قاعدة المشاركة. تعتقد هذا الكلام سيناريو قد يكون موجود؟ لا يعني هذا أمر متروك للمحكمة الدستورية، ولا أحد يستطيع أن يتكهن أو يعني لا أحد يستطيع أن يعرف شنو راح تقرر المحكمة الدستورية، ولكن هناك آراء. نعم أنا لي رأي بتفسير القانوني حول ما جرى، هل هو إجراء قانوني سليم ولا لا، وآخرين لهم تفسير مخالف لرأيي. نبدي آراء، مثل ما المحامي لما يقدم دفوعه
في أي قضية يقول له أن هذه القضية كذا أو العكس المحامي الآخر، لكن بالنهاية هي مجرد اجتهادات قانونية لآراء شخصية وليست أحكام. الحكم هو عنوان الحقيقة، سننتظر الحكم ونحترمه أيا كان. طيب راح أحاول أتوقف أنا فيما تبقى لي من الوقت عند مجموعة من القضايا بشكل سريع. الآن هناك البعض يتحدث عن ازدياد الملاحقات السياسية في الكويت، البعض يصف هذه الملاحقات أنها ملاحقات سياسية نقلتنا إلى دولة أمنية بشكل غير مسبوق. هل بالفعل اليوم هناك احنا نعيش في دولة أمنية غير مسبوقة بسبب هذه الملاحقات السياسية؟ أعوذ بالله، احنا عندنا تطبيق قانون. الملاحقات السياسية ولا دولة بوليسية ولا غيرها من يعني تصريحات للبعض كان خذوه دون محاكمة، خذوه فغلوه. احنا عندنا محاكمات عادلة، عندنا شيء معلن، عندنا قوانين يجب أن تطبق، وبالتالي لما واحد يخطئ أو يتجاوز القانون يجب أن يطبق القانون عليه، وإلا أصبحنا بدولة فوضى. والغريب أن كثير من يدعي مثل هذا الكلام هو أكثر من يرفع القضايا ضد ناس لهم آراء مختلفة ضدهم. يعني يجي لك نائب سابق أو غيره ويمطرنا بالقضايا المرفوعة على نواب حاليين لأنهم أبدوا رأي مخالف لرأيه أو تجاوزوا على الحدود عليه. طيب إذا أنت تقول هذه ملاحقات، أنت ليش قمت تلاحق أيضا آخرين؟ وإذا أنت تقول عن القضاء أن يعني قد يكون مسيس، أي شلون تلجأ للقضاء أنت؟ أي تناقض أنت عايش فيه؟ شوف جدول أعمال المجلس تلقى الكثير من قضايا الطلب رفع الحصانة بسبة أشخاص ينعدون على الأصابع مشتكين على أعضاء موجودين في المجلس لأنهم أبدوا رأيهم ضدهم. قد يكون هذا الرأي متجاوز، وكان موقفي أنا واضح في كل القضايا حتى اللي ضدي، يعني حتى الناس اللي ضدي بالأفكار دائما انا مع رفع الحصانه. لم اصوت يوم من الايام في هذا المجلس مع يعني البقاء على حصانه اي نائب بلا استثناء. كل تصويتاتي مع رفع الحصانه حتى يذهبون الى المحاكم. لكن المفارقه ان من يقول ليش ترفعون قضايا علينا، انه هو يرفع قضايا على من يهاجمه من يعني ناس لهم راي اخر فيه. طيب تشوف اكثر قضايا هو يرفعها، لكن اذا شتم وتجاوز ليش ترفعون عليه قضايا؟ هذه ملاحقات سياسيه. فيعني عايش الحقيقه في تناقض نفسي، عسى الله يشافيه منه ان شاء الله. موضوع تعديل الدستور او تعديل بعض موارد الدستور، كان سيد علي الراشد في مجال السابقه احد اللي يدعون الى تعديل بعض موارد، فكره كان يطرحها مجرد للتداول لتعديل الدستور. اليوم انت قبل شويه ذكرت ان احنا نعيش اليوم احنا هدوء نسبي ونعيش استقرار سياسي، هل اليوم الوقت الآن مناسب لإدخال تعديلات على الدستور؟ ليس بعد. نعم احنا باستقرار نسبي وليس كامل، لكن ليس بعد على يعني فكرة طرح تعديلات دستورية، رغم أهمية كثير من المواد يعني اللي تحتاج إلى إعادة نظر، لكن الوقت غير ملائم في الوقت الحاضر، غير مناسب. على أهمها زيادة أعضاء مجلس الأمة على سبيل المثال، وبالتالي يصير هناك زيادة للوزراء، لأن كثير من الوزراء الآن يمسك حقيبتين وبالتالي مو قادر يحقق يعني العمل المطلوب منه. أيضا أعضاء المجلس يكونون في أكثر من لجنة، مو قادرين يلتزمون بشكل كبير في كل اجتماعات اللجان، لذلك نحتاج إلى زيادة العدد. هذا على رأس الأمور، لكن ليس الوقت غير مناسب، خصوصا من يحاول أن يتصيد على هذا المجلس أي موضوع ويحوله إلى قضية قد يؤجج الشارع حولها. لذلك أنا أعتقد أن الوقت غير مناسب لذلك. بالمناسبة كنت في الفترة السابقة سعة الرئيس أحد المطالبين بعقد مصالحة وطنية أو حوار وطني تشمل جميع الأطراف، وين وصلت هذه الجهود؟ أنا طرحتها كفكرة، ونظل إحنا عيال بلد واحد، ونظل وجهة نظرنا أن إحنا مختلفين في آراء سياسية ومواقف معينة، ولكن نظل إخوان، نحن لسنا إقصائيين، نتحمل جميع الآراء ونحترم الرأي الآخر. طرحتها كفكرة، وهناك من يسعى لتطبيق مثل هذه الفكرة من أطراف خارج المجلس، ولكن
الطرف الآخر يبدو أنه هو يعني متعنت في مثل هذا الأمر وشروطه غير مقبولة. أنا ذكرت أنه يجب أن تكون غير مشروطة، لذلك أنا طرحتها كفكرة، وهناك من يسعى إلى مثل هذا الأمر إذا نجح في مسعاه جزاه الله خير. نظل إخوان ونظل أهل ديرة واحدة، وما يحصل بيننا إن شاء الله مجرد خلاف في وجهات النظر ولا يتعدى أكثر من ذلك. على طاري موضوع الوحدة الوطنية، هو موضوع يمكن قد يكون ملفت للمراقب للساحة السياسية يمكن خلال الأسابيع القليلة الماضية ولا زال مستمر. البعض يقول قمنا نشوف بعض العزايم، ها نقولها بالكويتي، والولائم التي عقدت في الأسابيع القليلة الماضية لسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد. هناك حديث عن أن هناك أيضا وليمة كبيرة ستعقد الأسبوع القادم لسمو الأمير أيضا من قبل بعض أبناء القبائل. في البداية شلون تقرأ، شنو تفسيرك لمثل هذا الموضوع ازدياده في هذه الفترة تحديدا؟ هذا شيء طبيعي، أهل الكويت عمرهم ما صار بينهم فرق، اللي حاول يفرق بينهم ناس سياسيين يبحثون لمصالح كراسي معينة، يحاولون يثيرون فتن بين أطراف وأطياف الشعب الكويتي وبين الأسرة الحاكمة، هذا أمر طبيعي، هذا التلاحم وهذه المودة وهذه الرحمة وهذه العلاقة المتميزة اللي تربطنا فيما بين حضر وبادية وسنة وشيعة وشعب وأسرة حاكمة. لذلك مثل هذه الولائم طيبة، هناك من شوه صورة الشيخ ناصر المحمد في فترة معينة من أجل تكسبات سياسية، من حق الرجل أن يعني يبين حبه وعلاقته المتميزة بجميع أطياف الشعب الكويتي، وأيضا من حق القبائل أيضا أن تبدي هذه الرغبة الصادقة العريقة في ذلك. فكانت الولائم تأتي من رؤساء أو من شيوخ القبائل لدعوة الشيخ ناصر، والآن أيضا من شيوخ القبائل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي العهد ولي شخصيا أيضا. تم توجيه الدعوة لك؟ نعم، تم التوجيه لي إن شاء الله يوم الأحد القادم عند شيخ قبيلة مطير الشيخ فيصل بن دويش، وأيضا يوم الأثنين عند شيخ قبيلة العوازم أمير فلاح بن جامع لحضور مثل هذه الدعوات. وهذا لأهل الكويت، نختلف ولكن يعني لا نصل إلى مرحلة القطيعة والخصومة اللي ذكرتها يمكن في الخصومة. بداية الحين رأي يحترم ورأينا يحترم، وبالتالي ما يحكمنا هذا البلد، ما نصل إلى فجور الخصومة، نظل أهل ديرة واحدة محبين صادقين. لو يتعرض أي واحد خارج الكويت أو داخل الكويت لخطر معين سنهب جميع لنجدته، ما راح نقبل على أي كويتي يتعرض لشيء يعني يضره. لكن اختلاف الرأي هذه الديمقراطية، لا يعني نتعداها إلى أكثر من ذلك. نحن ببلد حريات وبلد ديمقراطية، أساسها الاختلاف، والاختلاف قد يكون رحمة لهذا البلد، الاختلاف معيب. ليش نحن نهجنا النهج الديمقراطي؟ لأن مختلفين في قضايا معينة في وجهات النظر، يحكمنا الدستور والقانون وبالتالي التصويت داخل هذه القاعة. أنا يعني باقي دقائق معدودة قبل ما أختم هذا اللقاء، وعندي بإشارات سريعة نتكلم عنها. موضوع التدخلات الخارجية، كان في يناير الماضي كان لك تصريح تحدث أنك أو لا تستبعد وجود تدخلات خارجية في الحراك السياسي داخل الكويت، هل اليوم ترى هناك تدخلات خارجية؟ أنا قلت إحنا نسمع وإن شاء الله ما يكون صحيح، لكننا متخوفين. لا زال هذا التخوف حاضر؟ أي نعم لا زال. نعم متخوفين، وإن شاء الله يكون مو صحيح أأكد، لكننا نسمع أن هناك محاولات تدخلات سواء من تنظيمات دولية لقوى سياسية مرتبطة خارجيا أو دول، نسمع ذلك والشعب الكويتي يسمع، وليس سر أن أقول ذلك، وإن شاء الله ما يكون صحيح، ولكن متخوفين. لذلك قلت على أمن الدولة أن تطمئن الشعب الكويتي وتتحرك بجدية لمعرفة مدى صحة هذا الأمر، حتى يكون لنا موقف شعبي موحد ضد أي تدخل خارجي، والله يبعدنا عن هذه التدخلات. ولكن متى ما تأكدنا من هذا الموضوع، أنا على يقين أن الشعب الكويتي من شماله لجنوبه لن يقبل بهذه التدخلات، وراح نكون صف واحد ضد أي إطماع
سواء حزبية أو من دول أخرى، وما حصل في الغزو العراقي خير دليل على تعاضد الشعب الكويتي وقت الصجية. يعني آخر خمس دقائق بحاول أعرج بشكل سريع جدا على مجموعة من القضايا الخارجية. زيارتك الأخيرة اللي كانت لدول مجلس التعاون، باختصار كيف تصف هذه الزيارة، وهل كانت الزيارة بهدف خلينا نقول تذويب بعض الخلافات اللي كانت يعني تطرأ على وسائل الإعلام؟ أبدا ما كان الحمد لله بيننا خلافات، وهذه الزيارة هي زيارة أخوية بناء على دعوات رسمية للتعارف وللتنسيق يعني تقريب وجهات النظر، وأيضا لدعوتهم لحضور المؤتمر العربي في الكويت، مؤتمر اتحاد البرلماني العربي في الكويت، فأيضا كانت مناسبة للدعوة لحضور لهذا المؤتمر اللي هو برئاسة الكويت، وكلهم شرفونا بالحضور وبنينا علاقة جيدة. بهذه المناسبة أشكر السيد جاسم الخرافي على هذه النصيحة اللي وجهها لي لما جاني المكتب وبارك لي في حصولي على رئاسة هذا المجلس، وقلت له يا أبو عبد المحسن أنك تقوم بزيارة، قلت له يعني شنو نصائحك لي، شنو توجيهاتك من خبرتك الطويلة في رئاسة هذا المجلس؟ قال لي أنصحك أن تبدأ بزيارة دول الخليج لتوطيد أواصر العلاقة فيما بيننا خصوصا في هذه الفترة، وفعلا يعني هذه نصيحة كانت غالية عندي وطبقتها، وبديت بدول الخليج دول مجلس التعاون اللي تربطنا علاقات تاريخية وأخوية قديمة جدا حتى قبل قيام منظمة مجلس التعاون الخليجي. لذلك تكريما لهم وحبا وتقديرا لهم حبيت أن تكون بداية جولاتي الخارجية هي بدول مجلس التعاون الخليجي. أنا للأسف الوقت داهمني وكان ودي أني أستعرض جملة أخرى من القضايا، لكن أيضا وعدتك أني في آخر دقيقتين راح أترك لك المجال توجه رسالة كيفما تشاء للمشاهدين اللي قاعد يطالعونك الليلة. أنا والله ودي أوجه رسالة لأهل الكويت جميعا ورسالة للبعض. الرسالة الأولى لأهل الكويت جميعا أقول يعني بإذن الله ما راح نخذلكم، بإذن الله راح نحقق طموحكم، بس نحتاج الوقت. اللي سويناه أعتقد شفتوه وهو إنجاز جيد، نحتاج يمكن حكومة تنفذ وحكومة تواكب عمل هذا المجلس بالتطوير والتنمية، لكن كإنجاز تشريعي الحمد لله ماشيين على خط سليم ومستمرين في هذه الإنجازات. أعطونا الوقت، لا تستعجلون علينا، وما راح تلقون إلا اللي سركم يا أهل الكويت بإذن الله. الرسالة الثانية أوجهها للبعض المختلفين معانا الذين يعني يحاربوننا بطرق مختلفة، أقول لهم ترى إحنا معاكم أهل، وإحنا معاكم يعني بديرة واحدة، وإنتوا كويتيين وإحنا كويتيين. لا يوصل الخلاف فيما بيننا إلى العداوة الشخصية. اليوم مختلفين، باكر راح نتفق على قضايا أخرى، وبالتالي لا تفرقون فيما بيننا ولا احنا نفرق فيما بيننا. خلينا نرد اهل واخوان بديره واحده، اهل واخوان في كثير من القضايا اللي توحدنا، وترى اللي يجمعنا اكثر من اللي يفرقنا. فلا تخلون الجزء البسيط اللي يفرقنا وهو اختلاف في وجهات نظر سياسيه يطغي على الجزء الذي يجمعنا. وادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالهداية لما في خير لصالح هذا الوطن. الله آمين. كل الشكر لك سعادة رئيس مجلس الأمة علي راشد على تشريفك لنا في هذا اللقاء. يا أهلا ومرحبا فيكم ومشكورين وما قصرتم. حياك الله. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، إلى لقاء خاص آخر عبر شاشة قناة الكويت الفضائية. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.